أكيد أنت متخيل أنا طلبت قبلك ليه. مش محتاج أتخيل، أنا عارف حالا دلوقتي. من غير مقدمات أنا بطلب منك تقبلي يا أحمد. اللي خلاني أقول لك من غير مقدمات هو عندكم في البيت كلكم عارفيني كويس، بالذات مامتك وسامي، دول عشرة عمر من قبل حتى ما أنتوا اتولدوا. وأنت شايف إن ده سبب كيف إنك تقصر المسافات وتطلب مني حاجة زي دي؟ بص يا أحمد، خلينا نتكلم بصراحة من غير ما نجامل بعض ولا نخبي على بعض أي حاجة، عشان أنا بقالي زمان قوي مخبي من قبل أبوك ما يتجوز أمك. والله أنا كنت عايز أتجوزها من قبل باباك، حصلت ظروف وقتها كده. أنا مش عايز أتجوزها دلوقتي. اللي خلاني أصبر السنين الطويلة دي كلها من غير ما أتجوز أي ست تانية ممكن يخليني أصبر لغاية ما تشوفوا الوقت المناسب اللي يمر على وفاة أبوك، وبعد جواز إخواتك وجوازك أنت وجواز آدم لو حبيته. أنا طلبت قبلك عشان أجاوبك على بعض الأسئلة اللي عندك وعن حدود علاقتي بإقبال، اللي هي من كتر حبها ليكم تتهرب من الإجابة عليها. هي اللي حكت لك؟ لا لا، هي ما حكتليش حاجة خالص. هي ما تعرفش إن أنا عايز أقابلك ولا أكلمك حتى. ما أعرفش رد فعلها هيبقى إيه، بس أنت من حقك تعرف. بل أنتوا عندها أهم حاجة، قراركم وموافقتكم على طلبي أو رفضه هما اللي هيحددوا على اتباعها. يعني هي موافقة بس أنتوا بس مستنيين موافقتنا، لأن إحنا عندنا موعد مهم. مش ممكن تربية إقبال ليكم، مش ممكن أطلع حد فيكم أناني. موبايلي بيرن ولا ايه؟ مش عارف. الو. ايوه يا إقبال، كلمتك كتير وما رديتيش. ما سمعتوش، كنت في المطبخ. مساء الخير يا حبيبي. مساء الخير يا ماما. انا قابلت احمد، حكيت له على كل حاجة. لسه بتقولي لأ يا ماما؟ بقول لك كنت بعمل شوية وحكي لي على كل حاجة. لأنه مفيش حاجة. هو طلبه، بس أنا ما ردتش على طلب. يعني الراجل بيتبلى عليك يا ماما؟ هو قال إنك موافقة وإنك مستنية أنا وأخواتي نقول فتبقي أسعد واحدة في الدنيا، عشان انتوا بتحبوا بعض من زمان. كنا زمان يا احمد، ولغايه فتره قريبه قوي كانت مجرد ذكريات طفوله. لكن لما رجع بقى وطلبني قلت له مستحيل عشان ظروف جواز اخواتي. انت عارف يا ماما، انت عارف. ولما قلت لك اكتر من مره كل مرة كنت بتنفي فيها. أنفي إيه يا أحمد؟ بجد مفيش حاجة. ولو أعرف إن هو هيكلمك في حاجة زي كده كنت منعته. تفتكر أنا ممكن أعمل حاجة زي كده لو أي حد من إخواتك رافضين؟ ورافضين ليه بقى إن شاء الله؟ امشي دلوقتي يا بسيمة. لا مش همشي. أنا عايز أفهم. أنت نصب لها المحكمة كده ليه؟ زي ما أكون دخلت لقيت مراتك في حضن واحد تاني. بيحبها. ومن زمان كمان، من قبل ما تشوف خلقة أبوك من أصل. وعشان هو نظيف وشاري جه وكلمك راجل لراجل من قبل حتى ما يكلم خالك. مين كان أول فتح لي بالموضوع يا ماما؟ هو ولا أنت؟ أمك يا عيني خايفة منكم، زي ما تكونوا أنتوا اللي خلفتوها مش هي اللي خلفتكم. صعبت عليه، الراجل فاض بيه جه يكلمك، فيها إيه يعني؟ ولا انت ايه اللي مزعلك من اصلي؟ ان عبد السلام هيتجوز امك ولا ان هو فاتحك قبل منها؟ عشان مش متخيلك متجوزه حد غير ابويا. يمكن اكون غلطان.
له هو. صح، عشان ابوك ما كانش له اي عزة في حياتها غير انه خلاها تخلفكم. دلوقتي بتكلم مع امي. احمد، ده انت ابني الكبير، لو انت وافقت بس انا ممكن اوافق، ولو انت رافض